تأهل عمر طبعا لدور الـ16. استاذ معتز، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. الله يخليك. اولا بنبارك لك على هذا الاداء الرائع الحقيقه لعمر عصر وصعوده الى او تاهله الى دور الـ8. اعتقد دي اول مره في تاريخ العالم العربي كله. صحيح، تاريخ العالم العربي والافريقي يعني فعلا. النهارده طبعا كان انجاز كبير جدا وكان حدث كبير النهارده. احنا نفسنا بصراحه ما كناش متوقعين، يعني ما كانش ده في الخطه ان احنا نوصل لدور الـ8 في الاولمبياد. احنا كان كل هدفنا زي ما حضرتك بتبقى عارف الاول شرف المشاركه، شرف المشاركه في في الاولمبياد. ولكن احنا ابتدينا نطمع شويه بشويه لما اولادنا كانوا هايلين، وبدات بدينا مشرف برضو لما لعبت سيدات وابتدت تكسب. وبعدين الماتش اللي خسرته النهارده مع بطله هولندا، خسرت 4-3 بعد كانت متقدمه. انا لسه كنت هسال حضرتك عن الموضوع ده، كان حاجه غريبه 3-0 و4-3، يعني برضو بتبقى صعبه شويه. ايوه يعني برضو هي فعلا كانت طبعا في عدم توفيق ساعتها، لكن بيبقى في ظروف طبعا ان هي بتخلي الضغط في المباريات، مع ان دينا يعني لعيبه محترفه طبعا. بالظبط، ودينا رقم 35 على العالم. أيوة. يعني احنا عارفين ان دينا فعلا تعتبر السيده المصريه والعربيه والافريقيه الوحيده اللي بتاخد تركيز زي ده. أيوة. وعملت شكل جميل لفتيات مصر في تنس الطاوله. أيوة. لما ترجع لعمر عصر النهارده، عمر بيتالق وبيتفوق على نفسه. نعم. عمر النهارده كسب ماتياس فالك اللي هو السويدي اللي خد الثاني على العالم في اخر بطوله عالم. أيوة. اللي كانت في المجر. ايوه، ويعني لعيب قوي جدا وهو ترتيبه على العالم السادس. بعد كده لما يكسب ماتش 4-3 ويدخل ماتش ثاني ماراثون برضه 4-3 مع شوان شينيان الصيني اللي هو الصين تايبي، ورقم 19 على العالم. وعلى فكره في لندن اللي فاتت شوان ده خد المركز الرابع في البطوله، دوره لندن الاولمبيه. ايوه، وخد الذهب في سنه 2013 في بطوله باريس، بطوله العالم في باريس. فعمر النهارده حط نفسه في مكان عالميه جديده، بيضاهي ابطال العالم الصينيين وبيضاهي كل ابطال العالم الموجودين حاليا. النهارده خلاص بقى من الـ8 الاوائل في البطوله. ايوه، وبكره ان شاء الله زي ما حضرتك قلت هيلعب مع مالونج، ده بطل العالم بتاع الصين، وان شاء الله ربنا يوفقه. مالونج ده بيقولوا بقاله كتير قوي ما اتغلبش. مين؟ اللاعب الصيني اللي هو اللي هيلعبه بكره. لا، ده حضرتك لما هتشوفه بكره هتحس برضه باختلاف كبير. يعني ده لاعب، انت عارف ان هم النجوم دول هم نجوم الصين اللي لهم الشعبيه الكبيره. أيوة. عن يعني يمكن هم اللي بيطلعوا في الاعلانات وبيطلعوا، لان اللعبه الشعبيه الاولى هناك في الطاوله في الصين. ايوه، فلهم يعني لهم هناك مكانه قويه جدا. الحاجه كابتن اسلام برضه اللي انا كنت عايز اقول لحضرتك عليها، اتفضل يا فندم، ان بيترا اللي هي رئيسه الاتحاد السويدي كانت بتتفرج على الماتش النهارده بتاع عمر وماتياس ده اللي هو السويدي ايضا. ايوه، وهي وخليل المهندي اللي هو رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد. فخليل كان بيشجع طبعا عمر، طبعا هو قطري، وهي بترا طبعا بتشجع السويدي. لكن بعد المباراه اثنت جامد قوي على عمر وقالت ان اللعيب ده هيبقى له يعني شأن في. هو عمر عنده كام سنه يا كابتن؟ عمر عنده كام سنه يا كابتن معتز؟ عمر هيتم الـ30. عمر هيتم 30 ان شاء الله. يعني الشهر اللي احنا فيه دوت. هو جاي، هو للاسف كمان ان عمر بكره ان المباراه هتتلعب الساعه 1 في نفس توقيت مباراه منتخبنا الوطني الاولمبي. مع نفس مع منتخب استراليا. وبالتالي انا بيني وبين حضرتك انت لما قلت الخبر ده دلوقتي لسه للاسف الشديد. يعني للاسف يا رب يكون. احنا طبعا هنبقى محتارين طبعا من الاثنين، ربنا يوفق كرة القدم وتنس الطاولة. أيوة. وطبعا احنا طبعا كتنس طاولة طبعا هنبقى بنتفرج على عمر وبنتابع كرة طبعا. ولكن طبعاً هو خلينا بس نقول للناس ان هو مباراة صعبة جدا يا فندم. هو مباراة زي ما حضرتك بتقول، يعني مباراة صعبة جدا جدا. وعايز اقول برضه يا كابتن اسلام ان المباراتين اللي هو كسبهم برضه كانوا مباراتين صعبتين جدا. ليه؟ احنا عارفين ان دول ثاني عالم، والثاني برضه من ابطال العالم. أيوة. وبيلعبوا مع عمر، وعمر يمكن اللي فرق مع عمر المعسكر الاخير، المعسكر قبل البطوله مباشره. احنا عملنا معسكر داخلي في المانيا،
وكان عمر طبعا متواجد في المعسكر واستمر بحوالي 10 11 يوم معسكر مغلق. عمر نفسه بيقول ان انا استفدت جدا من المعسكر ده ورجعت روحه وثقته اثناء المعسكر، عشان كده النهارده كان بيلعب باريحيه وبيلعب بحماس شديد جدا، بحماس البطل اللي عايز يكسب، عشان كده ربنا يبارك. النهارده كان حاجه مشرفه وانا بشكر كل اعضاء الجهاز الفني، الكابتن ماجد عاشور، كابتن اشرف حلمي، لعيبه منتخب مصر اللي هم بيشاركوا هناك، عمر عطل وخالد عطل واحمد صالح والبنات دينا مشرف ويسرى حلمي وفرح عبد العزيز، ربنا يوفقهم ان شاء الله في اللي جاي، وباذن الله عمر يعمل حاجه كويسه ان شاء الله يا كابتن اسلام. يا رب بكره نكلم حضرتك نهنيك ان شاء الله بالصعود، ولكن اتمنى طبعا، لكن برضو خلينا نقول للناس ان هي مباراه صعبه جدا 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 في أكيد. اطار الشفافيه اللي أكيد. احنا دايما بنتكلم بيها، فنتمنى ان احنا بكره عمر ربنا يكرمه ويوفقه ويصعد أكيد. الى الدور التالي ان شاء الله. يا رب هو ومنتخبنا القومي في طبعا هذا. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا. يا رب الفوز ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله.